مؤتمر كبير وعالمي وبيضم مجموعة كبيرة جدا من دكاترة أمراض القلب في العالم كله. أنا مشترك في البورد بتاع المؤتمر اللي بيجهز البروجرام النهائي للمؤتمر. في كذا حاجة احنا مشتركين فيها، وأنا مشترك مينلي في جروب الانترفنشن وجروب الالكتروفيسيولوجي وجروب الهارت فيلير. بالنسبة للانترفنشن عندنا لايف ترانسميشنز من كل حتة في العالم، من أمريكا ومن أوروبا ومن آسيا. عندنا خبراء أجانب من كل حتة في العالم، عندنا شيرنج اكسبيرينسز مع كل الدكاترة في مصر وبره مصر. بالنسبة للالكتروفيسيولوجي عندنا مجموعة كبيرة جدا جاية من بره، عندنا لايف ترانسميشن من كلية الطب جامعة اسكندرية، وده بيدرس ضربات القلب واختلال ضربات القلب وعلاج ضربات القلب بالقسطرة. وعندنا كمان مجموعة الهارت فيلير، ودي بتشمل علاج هبوط عضلة القلب باستخدام الأدوية الحديثة وباستخدام الأجهزة الحديثة.